يوم جديد مع أحدث طبعات صحافة مملكة البحرين لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للثاني من شهر يونيو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت في أولى صفحاتها رئيس الوزراء: توجيهات الملك عززت عمل الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، تعديل أوضاع 38 لسكن عمال بالعاصمة وتقديس كثافة ساكنيها، مهلة ل 72 ساعة لشركات أدوية السكري لإثبات سلامة أدويتها، لا قطع لعلاوة بدل السكن لمستحقي الرملي، وإلى صحيفة البلاد والتي نشرت لهذا اليوم: رئيس الوزراء دراسة الوضع البيئي بالمعامير وتأهيل طرق كرزكان، مطالب بالرقابة على بيع رمال مغشوشة، ومع صحيفة الأيام والتي عنونت رئيس الأعلى للصحة: سنتجاوز جائحة كورونا بنجاح، بالتنسيق مع تمكين مكاتب السفريات، إطلاق محفظة لدعم قطاع السفر والسياحة، الصحة تعلن اشتراطات التدرب بالمنشآت الرياضية الخارجية، اقتراح نيابي، استمرار العمل عن بعد بشكل مستمر، ومع صحيفة الوطن والتي نشرت: مجلس الوزراء مد غطاء التأمين الاجتماعي ليشمل أفراد أسرة صاحب العمل، بعد 100 يوم على فيروس كورونا بمملكة البحرين، زيادة المتعافين عن المصابين ب 140%. سفير ألمانيا لصحيفة الوطن: البحرين تتعامل بنجاح وشفافية مع أزمة كورونا. نشرت صحيفة أخبار الخليج أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء أن توجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى أيده الله عززت من عمل الحكومة في التعامل مع الظروف والتحديات الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، مشيدا سموه بجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في اتخاذ الإجراءات الاستباقية التي عززت القدرة على التعامل مع هذه الظروف. كما ولفتت صحيفة الأيام أن الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19، قام بزيارة إلى مركز الاتصال الموحد لفيروس كورونا 444، وذلك للوقوف على الجاهزية العامة للمركز ومستوى الخدمات المقدمة وفق أعلى المعايير. بيّنت صحيفة أخبار الخليج أن الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة قال إن 38 من سكن العمال عدلت أوضاعها المخالفة، مبينا أن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم نجحت في خفض كثافة العمال في المباني المكتظة بمجموع بلغ 1250 عاملا، أي بنسبة 48% من إجمالي العمال القاطنين. كما ولفتت صحيفة الأيام أن رئيس جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية جهاد أمين قال إن جمعية تعمل مع تمكين لإنشاء محفظة خاصة بمكاتب السفر والسياحة في محاولة لتعويض خسائر هذه المكاتب. بقلم الكاتب عبد علي الغسرة، نشرت صحيفة البلاد مقالا بعنوان: جائحة كورونا وعالمنا الإنساني، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. جائحة كورونا تمثل مادة مليئة بالدروس والعبر للدول وشعوبها لحاضرها ومستقبلها، فهو فيروس شديد وقف وحده معريا كل دول العالم
كاشفا ضعفها ومقللا من قدراتها، واضعا العالم وشعوبه في أزمة صحية كبيرة امتدت إلى جميع مستويات المجتمع. لقد استطاع الكوفيد أن يعري عالمنا الإنساني، فكل ما تملكه الدول من موارد مادية وطبيعية وبشرية وعلمية وقفت عاجزة أمامه، وأثبت هذا الوجع أن التضامن والتعاضد في هذه اللحظات الضامن للتعافي من أجل تصحيح التصدع الاجتماعي وعدم المساواة والتعنت البيئي والجشع الاقتصادي. إن العالم الإنساني يحتاج الآن للاتحاد والتعاون وتقديم ما هو أفضل للبشر اجتماعيا واقتصاديا لبناء عالم جديد مليء بالعلاقات الإنسانية. نقرأ من صحيفة الأيام أن مجلس المحرق البلدي وافق على مقترح رئيسه غازي المرباطي بقطع التيار الكهربائي والماء عن المساكن المشتركة المخالفة، مشيرا إلى أهمية تطبيق هذه التوصية بالسرعة القصوى، بحيث أن أغلب إصابات جائحة كورونا بسبب الاكتظاظ في هذه المساكن وافتقار العديد منها إلى الظروف الإنسانية الملائمة. بيّن الصحيفة الأيام أن وزارة الصحة أعلنت عن مجموعة جديدة من الاشتراطات الصحية للمنشآت والتي توفر الأنشطة التدريبية الخارجية والخاصة بلاعبي الأندية والاتحادات الرياضية، والسماح بعمل المنشآت الرياضية الحكومية في الهواء الطلق فقط لخدمة الرياضيين المحترفين. نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن جمعيات حقوقية بحرينية أشادت بجهود حكومة مملكة البحرين في إدارة شؤون الدولة في مرحلة فيروس كورونا، مضيفة أن الإجراءات الاستباقية لمملكة البحرين مهدت وسرعت من اتخاذ حزمة من القرارات الوقائية والعلاجية في شتى المجالات، مما جعل مملكة البحرين في وضع عام صحي مطمئن ومستقر مقارنة بدول العالم الأخرى. ومن صحيفة الوطن نطالع أن سفير ألمانيا في مملكة البحرين أشاد خلال تصريح خاص لصحيفة الوطن بإجراءات مملكة البحرين ضد فيروس كورونا، مضيفا أن ذلك يعد نموذجيا على المستوى العالمي. بقلم هيفاء عدوان نشرت صحيفة الوطن مقالا بعنوان لم ينتهي الدور المقبل على الوالدين، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. أمهات وآباء، زوجات وأزواج من أبناء البحرين أخذوا على عاتقهم أن يكونوا في خط الدفاع الأول عن الوطن وأهله، مضحين بحقهم أن يكونوا مع عائلاتهم وأبنائهم في العيد، ومؤكدين أن لا شيء أغلى من الوطن ولا رسالة أنبل من رسالة الطبيب، مع التوجه العالمي للتخفيف من الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا والذي يتوازى مع تواصل انتشار المرض. أصبحت المسؤولية على عاتق الوالدين أكثر أهمية فيما يتعلق بحماية العائلة والأبناء، خصوصا مع تولد شعور كثيرين أن العالم تجاوز الأزمة وأن الحياة عادت لطبيعتها. وبحسب خبراء دوليين، قد تكون المرحلة المقبلة أحد أهم مراحل تطور وانتشار الفيروس، ما يستدعي منا جميعا محاولة التعايش وإعادة ترتيب أولوياتنا كاملة بما يتوافق مع الالتزام التام بالإجراءات الصحية المناسبة. بعد مرور 100 يوم على اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا في مملكة البحرين، أشارت صحيفة الوطن أن وزارة الصحة أعلنت عن زيادة ملحوظة في أعداد المتعافين مقارنة بأعداد المصابين بنسبة بلغت 140%.
نقلت صحيفة البلاد أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني قامت بتعقيم وتطهير شوارع منطقتي مدينة عيسى وسند، وذلك لضمان توفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع. هذا وعاد إلى أرض الوطن يوم أمس 150 مواطناً وطالباً بحرينياً على متن طائرة طيران الخليج من القاهرة. نشرت صحيفة البلاد مقالاً للكاتب حسين المهدي والذي جاء بعنوان أرقام تصنع مملكة البحرين، كورونا ومؤشرات الأداء، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. منذ منتصف شهر مارس تصدرت البحرين عدد المتعافين على مستوى منطقة الخليج العربي ليبلغ العدد 60 من إجمالي المصابين، وبلغ عددهم 152، والإعلان عن أول حالة وفاة ما عكس شفافية في نشر التطورات أولا بأول. الأسبوع الأول من أبريل شهدنا تعافي نحو 60% من إجمالي المصابين، يعتبر هذا التعافي الأول في الإقليم والثاني في العالم بعد الصين، وتسجيل أول حالة والتي شملت العمال الوافدة بعد إجراء 65,768 فحصا مختبريا. حققت البحرين معدلات أداء مرتفعة مقارنة بمثيلاتها على مستوى المنطقة والعالم، ويعزى ذلك إلى الإدارة الناجحة لفريق العمل الوطني لمكافحة كورونا وتعاون المواطنين والمقيمين. ولا تزال هناك تحديات مع بدء العودة إلى فتح الاقتصاد والأعمال والتعايش مع الوباء. نطالع من صحيفة البلاد مشاهدينا أن دراسة علمية في جامعة البحرين حذرت من خطورة توهم مرض كورونا، كاشفة عن وجود علاقة طردية بين توهم المرض والاكتئاب، مشددة على ضرورة توفير الدعم النفسي والاجتماعي للمصابين بهذا الفيروس. واقترحت الدراسة التي نفذها فريق بحثي من جامعة البحرين ووزارة الصحة مؤخرا بتزويد مراكز الحجر الصحي باختصاصيين نفسيين واجتماعيين لتقديم الدعم المنشود. نشرت صحيفة الأيام صورة في صفحتها الأخيرة لعائلة تتابع أحد الأفلام من السيارات في سينما مفتوحة برومانيا في ظل اتخاذ إجراءات التباعد وعدم انتشار فيروس كورونا. إلى الأخبار المنوعة لهذا الصباح، ونطالع من صحيفة الأيام أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية قد أوضحت بأنها أصدرت على موقعها الإلكتروني وصفحتها على تطبيق الإنستغرام قائمة بأدوية مرض السكري السليمة والخالية من الشوائب والآمنة للاستخدام. وفي آخر خبر لصحافة هذا اليوم، أشارت صحيفة الأيام أن معهد البحرين للتنمية السياسية أعلن عن تدشينه وبالتعاون مع وزارة الداخلية لبرنامج ترابط المحافظات في مملكة البحرين، وذلك ضمن المبادرات للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا، والذي سيكون عن بعد عبر برنامج زوم. إلى هنا مشاهدينا نكون وقد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.